بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه بمناسبه فوزه في الانتخابات الجزائريه واعاده انتخابه لولايه رئاسيه ثانيه واعرب جلالته في البرقيه عن خالص التهاني متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد في المرحله المقبله لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري الشقيق في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للعلاقات القائمه بين البلدين الشقيقين اضطراد التطور والنماء